تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم وصبحكم الله بالخير والنور والعافية، ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة أو بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، التنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله جمعة. وأيضا مستمعينا الأعزاء نذكركم بأرقام التواصل معنا واستقبال آرائكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600-55-1414 وعبر الرسائل النصية القصيرة 4006. وأيضا مستمعينا الأعزاء أذكركم بالاستفادة من الخدمات الذكية، الخدمات المتميزة والمبدعة اللي تم إطلاقها مؤخرا في هيئة الصحة بدبي، مثل خدمة طبيب لكل مواطن. وهاي الخدمة طبعا مستمعينا الأعزاء بإمكانكم أن تتواصلون على الرقم المجاني 800-342، وخلال الساعة طبعا، ولجميع الاستفسارات الطبية، وأيضا إذا كان عندكم أي استفسار يخص موضوع الكوفيد-19، وأيضا خدمة دوائي. طبعا هاي الخدمة تم إطلاقها مؤخرا من هيئة الصحة بدبي، أيضا من الخدمات المتميزة وفيها طابع الإبداع والتميز، خدمة دوائي. بإمكانكم أيضا التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342 والاستفادة من خدمة دوائي، وأيضا خدمة واتساب. وأخيرا وليس آخرا، بإمكانكم مستمعين الأعزاء الاستفادة من خدمة التبرع بالدم تحت شعار قطرة دم تنقذ حياة إنسان، أيضا على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 800-342. وناخذ أول فقرة من فقرات برنامجنا مستمعينا الأعزاء لهذا اليوم مع أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عائشة الحمادي، تحت عنوان الزنك والمناعة. صباح الخير أستاذة عائشة. صباحك الله بالنور أخوي. الله يحييك. حابين نسمع منك أستاذة عائشة الحمادي أكثر عن موضوع الزنك والمناعة. هو بتكلم اليوم عن الأعشاب والمناعة، فيلعب الجهاز المناعي دور مهم في حماية أجسامنا من الإصابة بالأمراض بأنواعها. طبعاً أهم وسيلة للحفاظ على جهاز مناعي قوي هي التغذية السليمة والنظام الغذائي المتوازن. بجانب الأطعمة الصحية اللي ترفع المناعة، فإن هناك العديد من الأعشاب الطبيعية اللي يمكن رفع المناعة لمواجهة الأمراض، وبذكر 6 أنواع منها. أول نوع اللي هو الزعتر، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، ويعتبر مصدر لفيتامين سي، فيتامين اي، الحديد والنحاس، ويساهم بشكل كبير في علاج الأمراض التنفسية. ثاني نوع من الأعشاب اللي هو حبة البركة، تساعد على تقوية المناعة وتقلل الالتهابات والعدوى. ثالث نوع الزنجبيل، يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة والمعادن والزيوت اللي تعزز المناعة، وتعتبر من أحد أقوى مضادات الالتهابات. أيضا ما ننسى الزعفران، يحتوي على مجموعة من مضادات الأكسدة تجعل له دور قوي في مكافحة السرطانات، كما أن فيها مادة مضادة للتشنجات والاكتئاب والأرق، وتحتوي أيضا على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين A و C، حمض الفوليك والنياسين، ويعد مصدر للعديد من المعادن المهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها. وأيضا القرنفل يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة للصحة مثل فيتامين K, C و A والحديد والمغنيسيوم. ومن أهم فوائد القرنفل مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة وتحسين صحة الجهاز المناعي وتسكين الآلام. طبعا آخر نوع اللي هو الكركم، يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة
والمواد المضادة للفيروسات، بالإضافة لاحتوائه على خصائص مضادة للسرطان والمواد المضادة للالتهابات. نعم، يمكن استخدام الأعشاب كشاي أو إضافته إلى الطعام مباشرة، أو يستعمل كزيت أيضا، لكن لازم ننتبه بعدم الإفراط في استخدام الأعشاب بكميات كبيرة، لأنه يمكن يكون مسؤولها عكسي علينا. صحيح. في أيضا النهاية، نعم أستاذة عائشة، أيضا يعني مثل ما تفضلتي بأن الإفراط في هاي النوع من المشروبات الساخنة أو الأعشاب مرات ممكن تضر، فضروري جدا مستمعين الأعزاء مثل ما ذكرت الأخت عائشة الحمادي بأن مفروض أن الواحد يكون عنده أيضا ثقافة ومعرفة كيف يستفيد أو يستفيد من الأعشاب هاي، سواء كانت يعني أعشاب خضراء أو حتى أستاذة فاطمة المشروبات اللي نستخدمها أو تستخدمها كثير من الناس خلال الفترة هاي، يعني اللي تزيد المناعة مثل الكركم أو الزنجبيل، أن لابد أن تؤخذ في أوقات معينة حتى يعني المقادير والمعايير المفروض اللي يحتاجها الجسم. صح، المفروض تكون الكميات بسيطة وما تتعارض مع الأدوية، نعم، فلازم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية عشان يتأكدون من الكميات اللي يستعملونها وهل هي صدق تتعارض مع الأدوية أو لا. فأنصح المستمعين باستشارة الطبيب قبل استعمال الأعشاب لضمان عدم تعارضها مع الأدوية، ويمنع أخذ الأعشاب للمرضى اللي يستعملون أدوية مضادة للتجلط ومرضى الضغط أيضا. واتوقع استاذ عائشه اكثر الفئات اللي يعني مفروض ايضا يكونون على يعني درايه كامله عن الاعشاب هاي وفوائدها وعدم يعني انها تاثر على باقي الادويه، اللي هم اصحاب الامراض المزمنه مثلا السكري، لان اللي مصابين بداء السكري كثير من الاحيان تعرفين يلجؤون لهالنوع من الاعشاب على اساس انه يعني مثلا يخفض المستوى السكر في الدم. صح، فمثل ما لأن ذكرتي، نعم مثل ما ذكرتي بأنه ضروري جدا أن الشخص اللي بياخذ أي نوع من هاي الأعشاب لابد أنه يتواصل مع الفريق الطبي المعالج، سواء الطبيب أو حتى أخصائية التغذية. صحيح، نعم تفضلي. لأن أغلبية الأدوية تقريبا الأعشاب أقصد تتعارض مع يا الضغط يا السكر، يا يسبب هبوط في الضغط أو هبوط في السكر، أو يتعارض مع الدواء إنه يزيد من مسؤوله بس بشكل يضر المريض أكثر من يفيده. فالمفروض يتأكد من الطبيب متى يستعمله وهل يقدر يستعمله مع الدواء اللي موصوف له أو لا. صحيح، لأن الحقيقة أستاذ عاش هناك أيضا في بعض يعني الممارسات، أن في بعض الناس وأصحاب الأمراض المزمنة تلقينا يعني ما ياخذ دواء الأساسي ويلجأ ياخذ بعض الأعشاب على أساس أنه ممكن أفيد للجسم، ولكن هاي ظاهرة غير صحيحة. نحن ننصح دائما في حالة يعني الشخص إذا بغى ياخذ أي نوع من الأعشاب لابد أنه يستشير أخصائية التغذية أو الطبيب قبل لا ياخذ، وعد يعني ما يلجأ ويمنع الأدوية الأساسية على أساس أنه بيعوض مكانه الأعشاب الطبية. صحيح، لأن مسؤولها يكون تقريبا بسيط بالنسبة حق الأدوية. صحيح، وبس في النهاية أنصح المستمعين أن يستشيرون الطبيب وما يستعملونه بأكثر من حاجاتهم. نعم. شكرا أستاذة عائشة الحمادي أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، وحديثنا كان معاك بخصوص موضوع الزنك والمناعة. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بتكون معانا اليوم الدكتورة فاطمة سيد أحمد استشاري الطب النفسي بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معها عن الأطفال والبقاء في البيت والبدء التدريجي في الخروج. خلكم معانا وكثير من المعلومات حول هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. وأيضا مستمعينا الأعزاء نذكركم بأرقام التواصل معنا واستقبال آرائكم وملاحظاتكم واقتراحاتكم على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006.
ومستمعين الأعزاء، ومن دون شك ومع الظروف التي نمر بها والعالم بسبب كوفيد-19، يحتاج الأطفال بشكل خاص إلى العديد من التوجيهات والإرشادات والنصائح العلمية والطبية التي تأخذ بيدهم لتجاوز هذه الظروف وتؤهلهم في الوقت نفسه لبدء عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل متدرج. وحول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة فاطمة السيد أحمد، استشاري الطب النفسي في مستشفى راشد بهيئة الصحة بدبي. دكتورة فاطمة، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحت الله بالنور والسرور، وشكرا وايد على هذه الاستضافة، وإن شاء الله يا رب نفيد كل أطفالنا يا رب، وتكون إضافة لأولياء الأمور أن كيف يتعاملون مع الأطفال في هذه الأزمة وهذه الجائحة إن شاء الله. نعم دكتورة، طبعا نحن خلال الحلقات السابقة تكلمنا في مواضيع كثيرة الحقيقة معاك، ان كيف الواحد يعني بشكل عام ياخذ الموضوع هذا، موضوع جائحة كورونا والوضع الحالي، بطريقة يعني إيجابية وبطريقة بحيث انه يتأقلم معه، وايضا بطريقة او بشكل ما انه لا يأثر عليه بشكل سلبي وانه يتأثر في هذا الجانب نفسيا. اليوم حوارنا دكتورة معاك عن فئة مهمة، فئة الأطفال والبقاء في البيت والبدء التدريجي للخروج. كيف دكتورة طبعا طول فترة البقاء في البيت وبالتأكيد تترك بعض الآثار في نفسية الأطفال، كيف يمكن أن نتجاوز بهم هذه الفترة بأمان؟ طبعا فترة البقاء في المنزل هذه فترة يعني حساسة، الطفل تغير مفهوم حياته بشكل جذري وكلي، كل الأمور اللي تعود عليها الطفل تغيرت في حياته، صار في انقطاع عن العالم الخارجي، صار في توقف عن الذهاب إلى المدرسة، صار في انقطاع عن زيارة الأهل، عن التواصل مع الأصدقاء، فكل هذه التغيرات مع بقائه في المنزل ولازم يتم في المنزل تطرح كثير من التساؤلات عنده، وهذه التساؤلات تخلي عنده نوع من القلق، شو اللي قاعد يصير، في نوع من عدم السيطرة، في نوع من في شيء مجهول ما يعرف عنه، فهذه الآثار النفسية تسبب قلق، تسبب توتر، الفترة هذه إذا طالت ممكن تسبب على المدى البعيد شيء نحن نسميه اضطراب ما بعد الصدمة. نحن الأطفال عندنا إذا يعني لظرف صحي أو مثلا لحادث لا سمح الله، إذا انقطعوا عن المدرسة بشكل عام في الحياة الطبيعية، نحن نشجع الأهالي ونتعاون مع المدرسة أن نحن ردهم إلى الجو الدراسي، ردهم لروتين الحياة الطبيعية بشكل عام بأسرع وقت. ليش؟ على أساس ما يصير عندهم هذا الرهاب، الخوف من العودة إلى ممارسة الحياة الطبيعية. كيف نحن ممكن نتجاوز هذه الفترة؟ إن لازم نخلي الحياة داخل المنزل طبيعية قدر الإمكان. صح إن الطفل هذا مو قادر يطلع، لكن نحاول إن حياته داخل المنزل تكون طبيعية، يكون في روتين يومي لأطفالنا، يكون جدول منظم ومكتوب. ليش الروتين؟ على أساس إنه يخلق نوع من الطمأنينة، إن في نوع من الاستقرار، إن الحياة لا زالت مستمرة، إن الحياة قاعد تمشي بوتيرة ثابتة. فالطفل يصير عنده نوع من الأمان، الشعور بالأمان. الحمد لله نحن عندنا يعني تجربة التعليم عن بعد، فما عندنا هذا الانقطاع الكلي عن الدراسة مثل بعض دول العالم. صحيح. فهذا شيء يساعد أن الطفل يكون عنده نوع من التواصل مع الأصدقاء، التواصل مع المدرسين، ففي نوع من الشعور بالاستقرار اللي الحمد لله نحن متوفر عندنا في دولة الإمارات. نعم أيضا دكتورة، يعني هناك أنت تطرقتي موضوع يعني يعني دور الأم ودور الأب خلال المرحلة هاي، والتأكد من أن الطفل يعني يتم الرد على جميع استفساراته. طبعا هناك الكثير دكتورة من التساؤلات يعني من قبل الأطفال المستمر عن الكورونا ومتابعتهم طبعا لما يتم تداوله من أخبار، قد في بعض الأوقات يعني يسبب نوع من القلق لدى الأطفال وأيضا نوع من الخوف.
فدكتورة يعني ما هي الطرق المثلى لعلاج في مثل هاي الحالات لحماية الأطفال من القلق؟ وهذا شيء طبيعي، أنا أتذكر في حلقة من الحلقات أنت ذكرتي دكتورة بأن موضوع الخوف وموضوع القلق أصبح هذا شيء طبيعي، لأن نحن الوضع اللي نعيشه اليوم ككبار وأطفال وضع يعني مش متعودين عليه، وضع يعني جديد على مجتمع العالم ويمكن مجتمع الإمارات، فكيف ممكن نحمي الأطفال بشكل يعني خاص دكتورة في هذا الوقت؟ الأطفال أكيد حاليا يعني سمعوا عن كورونا وايد، نعم. ويمكن من أهاليهم، ويمكن من الأخبار، ويمكن من وسائل التواصل الاجتماعي، فأكيد صار عندهم أكيد يعني تساؤلات كثيرة. شو هو صحيح. كورونا؟ شكله كيف ينتقل؟ ليش نحن محبوسين في البيت بسبب كورونا؟ وهذه الأمور والتساؤلات إذا الطفل ما حصل أجوبة عليها راح تزداد وتسبب قلق وخوف، والقلق طبيعي. نعم. نحن الكبار نخاف إذا أمور حياتنا تغيرت، فالطفل بعد يعني يتأثر بهذه الأمور. نحن عشان نتطرق للعلاج لازم نعرف إن كيف الطفل يكون أصلاً عنده مشكلة قلق ولا لا. لازم أنا أعرف هل الطفل قاعد يمر فعلاً بمشكلة القلق، هل فعلاً عنده خوف ولا لا. الطفل ما يعبر بالكلام، يعني ممكن الأطفال قادرين يجون يقولون أنا عندي قلق، أنا عندي خوف، لكن يكون في أعراض مختلفة تظهر على الطفل تبين لنا وتبين لولي الأمر أن في مشكلة، أن الطفل هذا فعلاً قاعد يعاني من القلق. ممكن أن الطفل هذا يصير فجأة عصبي، تظهر عليه سلوكيات سلبية جديدة ما كانت موجودة قبل، أو سلوكيات يمكن كانت موجودة لكن مش بهذه الشدة، مش بهذا التكرار. ممكن يصير فيه اضطراب في النوم، ينام ساعات أقل أو أكثر، تصير شهيته للأكل مختلفة، ممكن يأكل أكثر، ممكن يأكل أقل عن قبل، يصير فيه فقدان المتعة والرغبة في ممارسة الهوايات. يعني طفلي مثلا من النوع اللي يحب يرسم دائما، فجأة صار ما عنده أي رغبة أنه قاعد أنه يجي الساعة أو كذا يرسم. بعض الأطفال إذا كانت شدة القلق والخوف يعني أكبر، يصير عندهم ممكن تبول لا إرادي. فإذا عرفنا المشكلة وعرفنا أن فعلا طفلي قاعد يمر بمشكلة خوف وقلق، أقدر أتعامل. نتعامل أولا بالحوار، لازم يكون في نوع من الحوار، أي نسمع طفلي أفهم من شو هو خايف، ليش هو خايف، وما نحسس أطفالنا أن هذه السلوكيات أنه لازم نعاقب عليها، لأن هي فترة حرجة، فترة جديدة على العالم كله، فطبيعي أن الطفل يحس بهذا القلق. فأهم شيء أن يكون في حوار، نحاول أن نحن نشوف مصدر الخوف. إذا كان مصدر الخوف عند الأطفال ممكن نكون نحن كوالدين نكون نحن المصدر. نحن مثلا ممكن الأب يتابع الأخبار بشكل مستمر، الأرقام اللي قاعدة تنذكر، الوفيات، ممكن الطفل هذا قاعد يكون عنده أكسس يعني مصادر معلومات خاطئة، فنحن نحاول نوقفها. فنحاول نحن نعكس للطفل صورة الحياة، أن الحياة مستمرة، ونبين له أن الموضوع تحت السيطرة. نشرح له أن شعور القلق هذا شعور عادي، ونحن نقدر نتعامل معه ونقدر نساعده. وإذا حسينا أن الموضوع زاد وأن الموضوع أكبر، دائما نلجأ لذوي الاختصاص، يعني نلجأ للمختص، الطبيب النفسي المختص بالأطفال، على أساس يساعدنا في تخطي هذه الأزمة إذا كانت المشكلة لفترة أطول ويعني أكبر. صحيح. طبعا دكتورة يعني دور الأم ودور الأب خلال المرحلة هاي مهمة جدا، ويعني ثقافة الأم وثقافة الأب عن موضوع الكوفيد-19 والمعلومات اللي يأخذونها ومصادر المعلومات الصحيحة اللي يأخذونها من الجهات الرسمية، سواء يعني المؤسسات الصحية، هيئة الصحة في الإمارات، وزارة الصحة، هذا أيضا جانب مهم جدا، على أساس أنه حتى إذا كان في تساؤل دكتورة فاطمة من الطفل، فالطفل مفروض أنه يحس بالأريحية، ويحس أيضا يعني نحن دائما أنتم تقولون دكتورة بأن الأطفال أذكياء،
يعني ذكي طفل، والطفل يعرف إذا كان هذا الجواب يعني صحيح، الأم يعني عطتني الجواب الصحيح ولا لا. فمهم جدا يعني الأم والأب يكونون على علم وعلى دراية وعلى يعني ثقافة، على أساس أنه يتم الرد على استفسار الأطفال. وأيضا جانب مهم دكتورة، أكيد يعني أنت تأيدين الرأي بأن يعني اختلاف الأعمار دكتورة فاطمة، يعني اختلاف أعمار الأطفال وتوجيه المعلومات والرد على الاستفسارات، مفروض أن أيضا الأم والأب يكون عندهم علم في هذا الجانب، لأن مستحيل يعني إذا الطفل عمره 3 سنوات أو 4 سنوات سأل سؤال أنه يكون نفس الأسلوب نفس الطريقة أني أنا برد على طفل قد يكون عمره 12 أو 13 أو 14. طبعا طبعا فعلا المعلومات لازم نحن ناخذها من مصادر موثوقة، لأن يعني الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فيها كثير من المعلومات، وبعضها للأسف غير صحيحة. تنزل دراسات تكون حتى يعني تذكر أنها هي كدراسة، لكن لو تشوفها علميا والمؤسسات العلمية والوزارات والهيئات ما تعتمدها، لأن تكون المعلومات غير صحيحة. فالأهل قبل لا يكلمون الأطفال إذا في تساؤلات، إذا في أسئلة عند الطفل، لازم يسلحون نفسهم بالمعرفة، لأن إذا أنا ما قدرت أجاوب على أسئلة طفلي، راح يلجأ طفلي أنه يبحث عن الأسئلة والأجوبة هذه عند المصادر الثانية. صحيح. فنحاول أن نتحدث مع الطفل، أخذ أول شيء أنا المعلومات وأثقف نفسي كيف أني أنا ممكن أتواصل مع طفلي. أسأل طفلي في البداية عن الفيروس، شو اللي يعرفه طفلي عن الفيروس؟ من وين ماخذ المعلومات؟ هل هي مصادر صحيحة ولا لا؟ أحيانا الأطفال يعني مثل ما قلت فئات عمرية مختلفة، فمثلا الطفل اللي عمره 14-15 يمكن يبحث ويبحث عن المعلومات، ممكن تكون هذه المصادر غير صحيحة. ليش أسأله؟ على أساس إذا في معلومات خاطئة أني أنا أصححها، إذا في مصادر قاعد ياخذ منها المعلومات وهي غير صحيحة أني أنا أوجهها أنه يا يتبع المصادر الصحيحة، أو يلجأني أنا كولي أمر أني أنا أعطيه المعلومة من المصدر الصحيح. لازم أكون هادية يوم أجاوب على الأسئلة. ليش؟ لأن نحتاج أن الطفل ما يكون عنده خوف أنه يلجأ لنا. لازم دائما إذا عنده أي سؤال يكون يحس أنه في تواصل، في باب دائما مفتوح، في أمان، في حضن، في استجابة. الاستجابة ممكن تكون أني أنا أجاوب على السؤال بكل شفافية، ويمكن أكون جدا صريحة وأقول له أن مثلا أنا ما عندي الإجابة، مثلا سؤال أن مثل الفيروس راح ينتهي. نحن ما نقدر نعطي الأطفال مثل ما تقول أمل، لكن أمل كاذب. نحن لا ما نعرف متى راح ينتهي الفيروس، فنكون صريحين مع أطفالنا ونقول للحين العالم ما يعرف متى راح تنتهي هذه الأزمة ومتى راح يروح هذا الفيروس، لكن نحن كلنا قاعد نشتغل ونساعد على أساس أن نحن نكون بأمان ونتخذ كل الإجراءات الاحترازية المطلوبة منا. لازم نعرف مثل ما قلت أن الأجوبة تختلف من فئة عمرية لأخرى، وكمية المعلومات اللي أنا أعطيها لازم تكون مدروسة. أنا ما أقدر أعطي لطفلي معلومات عن مثلا أرقام الإصابات، أرقام الوفيات، هذه المعلومات راح تسبب له هلع وخوف. صحيح. فاستخدم يعني المعلومات اللي راح تفيده، اللي تخليه يتعامل مع القلق بشكل صحي وإيجابي، وأفهم طفلي أن القلق شعور عادي، وأن كلنا نحن عندنا نوع من أنواع القلق، لأن هي مثل ما قلت تجربة جديدة، فنتخذ نحن الإجراءات الاحترازية. وأسلح طفلي بالعلم، أنا إذا بهيئة على الخروج لازم أسلحها بالعلم، فعلمه مثلا الطريقة الصحيحة لغسل اليدين، آداب العطس. والفئات العمرية الأصغر، منظمة الصحة العالمية يعني أصدرت قصة اسمها My Hero إزيو، بطلتي أنت، فيها ترجمة للغة العربية. نعم. تبسط كورونا وتشرح عن كوفيد 19 بشكل جدا مبسط للفئات العمرية الصغيرة. فأنصح يعني أولياء الأمور أن يطلعون على هذه القصص ويستغلونها في أن يثقفون أطفالهم ويجاوبون على أسئلتهم. نعم.
أيضا دكتورة مثل ما تفضلتي بأن دور الأم ودور الأب حيوي في هذا الموضوع، والأطفال مثل ما تفضلتي أن يحتاجون إلى من يقنعهم، يحتاجون إلى من يعني يلجؤون له وعند السؤال، وأيضا يعني شعورهم دكتورة بالأريحية مثل ما تفضلتي، لابد أن الطفل يحس بأريحية بأنه ساير عند أمه أو عند أبوه على أساس أنه يسأل ويحصل الجواب. دكتورة شو تنصحين أولياء الأمور يعني العائلة أن كيف يكون عندهم هاي المهارات اللي ممكن يقنع فيها طبعا الطفل، سواء الأم أو الأب أو حتى يمكن الأخوة اللي موجودين في البيت، أنه بطريقة معينة يقنعون الطفل هذا في الرد على استفساراته، وبالأخص يعني بما يتعلق عن الكوفيد 19؟ نحن عشان نقنع شخص سواء كان كبير ولا صغير لازم دائما نبدأ بنفسنا. الطفل يتعلم يعني يتعلم من الفعل أكثر بكثير من الكلام. إذا طفلي شافني إني أنا ما قاعد أتخذ الإجراءات الاحترازية، إني أنا مع كل المعلومات اللي قاعد أحصلها عن يعني من المؤسسات الصحية في دولة الإمارات، وكل هذه المعلومات للحين أنا ما قاعد أتبع أي من الإجراءات الاحترازية، للحين أنا عندي خوف، وللحين أنا عندي قلق، للحين أنا مثلا ما أطلع من البيت، ما أقوم بدوري في الحياة بشكل طبيعي. طبعا راح ينعكس على الطفل أن لو أنا نصحته بأي نصيحة ما راح يأخذها بعين الاعتبار، لأنه قاعد يشوف عكس اللي أنا أقوله. لكن إذا أنا كنت يعني أطبق هذه الأمور على نفسي أولا، الطفل يتعلم من الموديلينج. احنا نسمي الموديلينج يعني هو يعني ينظر في ولي الامر قدوه، فبالتالي يطبق الامور اللي يطبقها ولي الامر. فافضل طريقه اني انا اقنع طفلي اني انا ابدا بنفسي، صحيح. اني انا اسوي كل الاشياء اللي اطلبها من طفلي وبعدين انصحه، فالطفل يربط ان فعلا هذه الامور اللي نصحني فيها والدي او والدتي هم اوريدي قاعد يطبقونها، فبالتالي يقتنع الطفل اكثر لانه قاعد يشوف، فبالتالي الممارسه في التطبيق راح تكون اسهل بكثير. فهذه هي يعني الطريقه الافضل في الاقناع اذا انا كنت احاول اني اوصل لطفلي معلومه معينه. نعم دكتورة فاطمة، الحقيقة شكرا لك وشكرا للمعلومات القيمة ويعطيك ألف عافية. مستمعينا الأعزاء، معنا كانت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، استشاري الطب النفسي بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا كان معها الأطفال والبقاء في البيت والبدء التدريجي في الخروج. شكرا دكتورة فاطمة، يعطيكم العافية، وشكرا وايد على هذه الاستضافة، وإن شاء الله يا رب أفدنا الجمهور. وإذا في أي تساؤلات طبعا دائما يقدرون يتواصلون مع وسائل التواصل الاجتماعي للهيئة، وإن شاء الله نقدر نفيدهم ونجاوب على كل أسئلة. شكرا دكتورة، شكرا دكتورة. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل، وبعد الفاصل بتكون معنا الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا بيكون معها عن الصحة العامة وبدء موسم الصيف. خلكم ويانا وبعد الفاصل راجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. نذكر مستمعين الأعزاء باستقبال آرائكم وملاحظاتكم وتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. مستمعين الأعزاء، مع دخول فصل الصيف وارتفاع في درجات الحرارة نحتاج المزيد من الأنماط الحياتية الصحية التي تحفظ لنا صحتنا وسلامتنا، وخاصة مع مشكلات البعض مع ارتفاع درجات الحرارة ومنها الصداع وما ينتج عن الضغط الحراري أيضا. للحديث مستمعينا الأعزاء عن هذا الموضوع يسعدنا ويشرفنا أن تكون معنا اليوم الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في إدارة حماية الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. دكتورة هند، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صباح الخير أستاذ عبد الله، وصباح الخير للجميع المستمعين.
يا صباح النور الدكتورة هند. طبعا مثل ما قلنا أن مع دخول فصل الصيف وارتفاع في درجات الحرارة، طبعا هناك الكثير من الأنماط الحياتية اللي مفروض يعني تبدأ تتغير عندنا دكتورة، فهل علينا مثلا يعني هناك بعض أو يعني ارتفاع في درجات الحرارة، ما هو المطلوب مع البداية للحفاظ على لياقتنا ونشاطنا اليومي؟ طبعا يعني خلنا في البداية نشرح لهم شو نقصد بضربات الشمس وضربات الحرارة. هو لما درجة حرارة جسمك ترتفع بطريقة سريعة جدا، وجسمك ما يكون قادر انه يبرد الجسم بالسرعة الكافية اللي ترتفع فيها درجة الحرارة. طبعا هذا الشيء احنا نعتبره جدا خطير، ويمكن يسبب تهديد للحياة لانه يسوي تلف في الدماغ وباقي اعضاء الجسم، وخصوصا اذا كنت انت موجود في مكان حار جدا مش مغطى، يعني مكان مكشوف وحار ولفترات طويلة، فأنت هني بتكون معرض للإصابة بهذه الضربة. طبعا الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بهذه الضربة هي كبار السن، طبعا الأطفال، الرياضيين لأنهم يمارسون الرياضة في هذه درجات الحرارة وما يكونون ماخذين احتياطاتهم الكافية، وطبعا العمال الذين يعملون في الأماكن المكشوفة. صحيح. طبعا أستاذ عبد الله، في كثير أعراض تعطيك فكرة إن أنت ممكن تصاب بهذا هذه الضربة، اللي هي باختصار شديد جدا تحس إن جسمك حرارته مرتفعة جدا، تحس إنك أنت مش مركز، مو قادر تركز بالطريقة المعتادة، تحس جسمك يا أنه ناشف جدا أو أنه متعرق بطريقة كبيرة جدا. يعني مش يعني أن جسمك ما قاعد يعرق معناته أنت في السيف سايد، هذا معناته جسمك مو قادر يطلع الحرارة عن طريق العرق. فهي الأعراض تكون يا أن أنت ما تتعرق أو أنك تتعرق بشدة جدا، تحس بالغثيان، تحس أنك أنت تبي ترجع، وجهك يصير أحمر، جسمك كله بشكل عام وخصوصا وجهك يصير اللون الوردي والأحمر هذا، تحس ضربات قلبك تزيد، تنفسك يزيد أيضا، تحس بصداع، وأيضا ممكن يؤدي أن أنت تفقد وعيك ويغمى عليك. نعم دكتورة، أيضا عندي سؤال من الأخ أبو منصور يسأل، يقول يعني مرات في هناك تشابه في الـ 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 الآثار، يعني هل هاي آثار يعني مثلا ارتفاع درجات الحرارة ولا الصداع، فهل ينصح، يسأل الأخ أبو منصور، هل ينصح بأن يعني في هاي الحالات ممكن الشخص يلجأ وياخذ مثلا أدوية لتخفيض يعني ارتفاع أو الصداع، أو أنه ممكن تكون آثار يعني ارتفاع درجات الحرارة؟ طبعا هو متى يبدأ يشك أن هذه ضربة شمس؟ إذا هو كان متعرض للحرارة في مكان مكشوف بدون ما ياخذ احتياطاته الوقائية لفترة طويلة. احنا هني بنفكر أن هذه أعراض شبيهة بأعراض ضربة شمس. طبعا أفضل حل أنك أنت تنقذ يعني تعالج نفسك فيه أنك أنت ما تكون موجود في هذه البيئة. إذا أنت كنت في وعيك فإحنا ننصحك تروح في مكان مظلل شوية يكون بارد، تشيل ثيابك الخارجية، إذا أنت كنت لابس طبقات كثيرة من اللبس إحنا ننصح أنك أنت شوية تخفف من اللبس اللي أنت لابسه، تحط قماش بارد على راسك أو ركبتك عشان جسمك يبدأ يخفف من درجة حرارته، الاستلقاء أيضا في مكان مظلل شوية بارد بعد بيساعدك أنك أنت ترجع لطبيعتك، وطبعا شرب الماء على دفعات. ما نلجأ احنا اول شيء للأدوية استاذ عبد الله، اول شيء هاي الاجراءات البسيطة، انت تطلع نفسك من البيئة اللي كانت مسببة لهذه الاعراض. فانت اذا طلعت من هاي البيئة ورحت في بيئة ثانية مظللة باردة استلقيت لفترة معينة، فانت بتشوف نفسك شوي شوي بديت ترجع لطبيعتك.
صحيح. أيضا دكتورة، هناك بعض الناس يصيبهم نوع من الإرهاق، يعني اللي ممكن يصيب بعض الناس، كيف يعني تنصحين دكتور في هذا الجانب، دكتورة في هذا الجانب، عن الآثار الملازمة لارتفاع درجات الحرارة؟ طبعا احنا ننصح ياخذ قسط من الراحة، يحاول ان يعني المرة الجاية ما يعرض نفسه لهذا الارهاق، هذا اليوم شوية هو يرتاح ويستلقي، يشرب كفايته من الماء، اذا كان عنده صداع مزمن بعدين ياخذ، اذا الصداع ما راح بالطريقة الراحة هذه يقدر بعدين ياخذ بعض الأدوية اللي تخفف عنه هذا الصداع. إذا حس نفسه تعبان بشكل كبير جدا طبعا هو دائما يقدر يروح يستشير الطبيب، أيضا إذا حالته كانت يعني هو حس نفسه مش طبيعي بزيادة، فهني احنا بعد ننصح انه دائما استشير طبيبك. في بعض الإجراءات اللي احنا ننصحكم انه تتخذونها، الحين احنا نعرف فترة الصيف الناس تحب تطلع للتشمس للرياضة او غيرها، فاحنا ننصح ان تلبسون ثياب تكون شوية خفيفة، الوانها فاتحة ما تكون ضيقة عليك كثير، تختار الوقت المناسب انك انت تخرج وتمارس هذه الفعاليات. يعني احنا ننصح ان ما تطلع في وقت ذروة الشمس لما تكون في منتصف السماء، يعني احنا ننصح انك انت تطلع على العصرية او اول الصباح، عادة اشعة الشمس تكون شوية اخف وطأة، يعني من انك انت تطلع مثلا الساعة 11 او 12 الظهر. طبعا تتأكد انك انت شال معاك كمية كافية من السوائل، تذكر نفسك انك تشرب السوائل بين الفترة والاخر طوال فترة وجودك في الخارج، لازم جدا انك انت تحافظ على السوائل الموجودة في اسمك في جسمك. واقي الشمس جدا مهم، ننصح انك انت تلبس اذا القبعات الكاب، ما تكون متواجد تحت أشعة الشمس دايركت مباشرة، تحاول تكون في مكان مظلل أو تلبس مثلا القبعة وغيرها. ما ننسى أيضا أن أيضا السيارة تعتبر بيئة معرضة أن درجة الحرارة فيها تزيد أستاذ عبد الله، فإحنا أيضا لازم نتذكر دائما أن من الخطورة أن إحنا نترك أطفالنا في السيارة لفترات طويلة، يعني ما نخليهم اصلا، احنا ننصح ان ما يظلون في السياره لفتره طويله، ولكن في فتره الصيف لازم بعد احنا نعيد وننوه ان السياره هي تعتبر مثل بيئه مضاعفه لزياده درجات الحراره، وهذا الشيء يعتبر جدا خطير وخصوصا للفئات اللي احنا ذكرناها سابقا. صحيح. ونحن ايضا دكتوره يعني ما ننصح الحقيقه يعني يعني بقاء الاطفال في السياره، سواء يعني يعني والمكيف شغال او ان وجودهم في السياره، لان هاي من المشاكل اللي نشوفها بشكل كثير اثناء فتره الصيف، يعني بقاء الاطفال ويعني تحصل لهم بعض المشاكل الصراحه، وخصوصا في هذه الفترة احنا نعرف ان الاطفال غير مسموح لهم لدخول اماكن معينة، فالشخص يفكر ان انا بخليهم في السيارة وبقضي غرضي وبخلصه وبرجع وهم ظالين في سيارتهم في ظل هذه الازمة، احنا ننصحهم طبعا ان هم ما يسوون هذا الشيء، هذا الشيء يعتبر جدا خطير وخصوصا في فترات الصيف هذه. صحيح. نعم دكتورة هند، لو نتكلم عن الانهاك الحراري وهو ايضا طبعا من المشكلات الصحية المرتبطة طبعا خلال المرحلة القادمة فترة الصيف، كيف ممكن يعني يتجنب الشخص هذا الانهاك الحراري؟ يحاول مثل ما قلت لك انه ما يكون موجود في الاماكن اللي جدا حاره والغير الغير مغطاية. طبعا الانهاك الحراري ايضا نتيجه ممارسته لبعض بعض الشغلات، انت لما تكون موجود في بعض الوظائف الحراره تكون تنتج عن وظيفتك اللي يشتغلون في مع الاجهزه او مع هذه الاشياء، فهذه بعد ممكن تؤدي الى ارتفاع درجات حرارتك وخصوصا في فتره في فصل الصيف، فاحنا ننصح انك انت ما تتعرض لهذه درجات الحراره العاليه في هاي الاوقات، وايضا ما ننسى ايضا ان حتى الرطوبه ايضا ممكن تاثر في ارتفاع درجه حراره جسمك، فاحنا يعني نحاول ان
نخفف من تعرضنا لهذا الشيء. وإذا حسينا نفسنا ما رجعنا لطبيعتنا بعد فترة الراحة اللي خذناها، أرد وأقول أن ننصح أيضا باستشارة طبيب عند إحساسك أنك أنت علاماتك وأعراضك تفاقمت وما تحسنت. صحيح. أيضا دكتورة، هناك في علاقة يعني مباشرة أو غير مباشرة بخصوص موضوع، ودائما نحن نحس أو يعني نسمع هاي النوع من الشكاوي من بعض الناس في ارتفاع درجات الحرارة والصداع، فكيف ممكن الشخص يتجنب هذا الشيء وما هو الحل دكتورة؟ الصداع مثل ما قلت لك انه هو يقدر ياخذ بعض الادويه انه تساعده في هذا الشيء. شربك لكميه كافيه من السوائل هذا ايضا راح يحميك من ان انت يصير لك هذا الصداع. وبعد ما تظل في مثلا يعني حتى السياره هذه انت تحاول انت نفسك بعد ما تظل فيها لفترات طويله، تحاول توقفها في مكان مظلل، تحمي نفسك من البلواق الشمس، ملابسك الفضفاضه، السوائل. هذه بشكل عام النصائح اللي احنا نقدر ننصح فيها الاشخاص لحمايه انفسهم من ضربات الشمس والانهاك الحراري. نعم. دكتورة هند العوضي، رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير لك دكتورة. العفو، دمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة دكتورة هند. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أن حلقة اليوم إن شاء الله قدمت لكم المعلومات المفيدة، وهذا هو نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. وأيضا أذكركم مستمعينا الأعزاء بأن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية هو واجب وطني ليساعدنا على تجاوز هذه المرحلة، وسلامة المجتمع أمانة لا يمكن الاستهانة بها أبدا. أشكر فريق العمل معي اليوم في الإعداد الأستاذ يوسف سعد، التنسيق والمتابعة نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما نمر محمد. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله جمعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.